استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة أخا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء، وذلك بقصر الأسمان مساء اليوم في حضور سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإسهامات صاحب السمو أمير دولة الكويت في الارتقاء بالعمل الإنساني في المنطقة والعالم. وخلال اللقاء تبادل سموهما التهانية بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى جلت قدرته أن يعيد أيامه الفضيلة على البلدين وشعبيهما الشقيقين بالخير والمسرات. فيما نقل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا سموه الحرص على دعم العلاقات الأخوية المتجذرة والارتقاء بمستوياتها إلى الأفاق التي تحقق طموحات وتطلعات البلدين وشعبيهما. وقد جرى أثناء المقابلة استعراض شامل لمسار العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين وما وصلت إليه من مستويات متقدمة على صعيد التنسيق والتعاون ثنائيا وخليجيا، حيث أكد سموهما عمق العلاقات الأخوية الثنائية الممتدة بثوابتها الراكزة على تاريخ البلدين والحرص على تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات. وشدد سموهما على حرص البلدين الشقيقين على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا بما يخدم المصالح المشتركة. هذا وأكد صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية اللقاءات التشاورية والتنسيقية على كل المستويات للوقوف على مسار العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء به إلى الأفاق التي تنسجم وخصوصية الترابط الأخوي بينهما، في حين أكد سمو رئيس الوزراء أن نتائج اللقاءات الثنائية بين البلدين ستنعكس بلا شك على حجم التعاون والتنسيق بينهما وترتقي به إلى طموحاتهما قيادة وحكومة وشعبا. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمظاهر النهضة في دولة الكويت وانطلاقتها التنموية من خلال المشروعات التنموية الكبرى التي يرعاها سمو أمير دولة الكويت والتي بلا شك ستعزز من موقع الكويت في كافة المجالات، مشيدا سموه بما تقدمه الكويت دوما في موقفها تجاه البحرين من دروس في الأخوة والمحبة بين بلدين شقيقين. هذا وعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في ختام اللقاء عن شكره وتقديره لدولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا على موقفها الداعم لمملكة البحرين وعلى ما وجده سموه والوفد المرافق من كرم ضيافة وحسن وفادة يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وقد أقام صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة مأدوبة إفطار تكريما لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والوفد المرافق، حضرها سمو ولي العهد بدولة الكويت وسمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي وعدد من كبار المسؤولين بدولة الكويت.